كانوا منظمين للأقاليم في 2014 والتي تلتزم فيه مجلس الإقليم تحت إشراف رئيسي رئيس مجلس الإقليم. في خلال السنة الأولى من انتدابه على وضع هذا البرنامج وفي انتظار صدور النصوص التنظيمية المحددة لمسطرة إعادة إعدادي بين جميع الجماعات كلكم الجماعات الترابية والإقليم والمصالح الخارجية والمؤسسات والمقاولة العمومية راها مدعوة للتعاون مع مصالح مجلس الإقليمي والذهاب من أجل إعداد برنامج التنمية الإقليمية وفق مقاربة تشاركية تحدد بوضوح أولويات محاور التنمية وطرق تفعيلها وإرساء منهجية علمية من أجل ضمان إنجاز جميع المشاريع المقترحة في هذا البرنامج. هذه الدورة التكوينية المنظمة من طرف مديرية تكوين الأمور الإدارية والتقنية بتنسيق مع ولاية جهات داخل وادي الذهب وبإشراف المجلس الإقليمي لوادي الذهب، متمنياً حضوركم في هذا اللقاء. حضرات السادة، تتجلى الأهمية التي يحظى بها برنامج تنمية الإقليم في كونه سيشكل وثيقة مرجعية وقانونية نص عليها القانون التنظيمي 112/14 والذي ألزم المجلس الإقليمي على وضع تشخيص يظهر إمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على تحديد حاجيات ذات الأولوية المحددة بالتشارك مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين في أفق بناء رؤية واضحة لمستقبل الجماعة مع ضبط التناقضات بين مختلف أبعاد التنمية وتحديدا التنمية الاقتصادية ومتطلباتها، وذلك استنادا إلى مجموعة مبادئ أساسية يركزها في مساهمة السكان في وضع رؤية مشتركة للمستقبل، تدبير أفضل الموارد المادية والبشرية المتوفرة، بناء برنامج تنمية الإقليم على مشاريع ترابية متناغمة توحد المجهودات والموارد، وربط برنامج تنمية الإقليم بالسياسة العمومية الوطنية، وكذلك ربط التخطيط بمختلف الاتفاقيات الموقعة من طرف المغرب في مجالات حقوق الإنسان والبيئة وغيرها. مع مصالح الولاية ومع هنا إشارة إلى ضرورة التنسيق قبل إعداد الوثيقة النهائية، لأن كما قال السيد الوالي المشاريع التي ستبرمج يجب أن لا تعاد، يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين المجلس الإقليمي وجماعات ترابية أخرى من أجل إعداد برنامج تنموي يكون مقبولا من طرف الجميع. المجلس الإقليمي اليوم بدينا في مرحلة إنجاز البرنامج التنموي لإقليمي وادي الذهب واللي بطبيعة الحال منصوص عليه في القانون 112/14، وموازاة مع انطلاقة هذه المشاورات ارتأينا أن نقوم بأيام تكوينية بالمشاركة مع المديرية العامة للجماعات المحلية وولاية الجهة، وسنبدأ إن شاء الله نقاشات هذا البرنامج الذي نحن ملزمون بإنجازه خلال السنة الأولى من فترة انتدابنا هذا. استدعينا جميع المصالح الخارجية، مجتمع مدني، قطاع خاص للبدء في المناقشات والخروج بتوصيات. بطبيعة الحال هذا سوف يحتاج إلى مكتب دراسات من بعد، ولكن هذه النقاشات ستوفر إن شاء الله الأرضية لهذه المكاتب التي تقوم بدراسة هذه البرامج التنموية التي نحن بصدد إنجازها
بطبيعة الحال هي تأتي في القانون الجديد 112/14. تنمية الإقليم، هل اللقاء التواصل خاصة المجلس مجلس التواصل مع مختلف الحساسيات أكثر المتداخلين على تراب الإقليم على تراب الإقليم، الهدف من هذا التنمية هو تحديد البرامج التي سيقوم المجلس الإقليمي لتنفيذها خلال مهام تدابير هذا المخطط. ستكون حول المخطط الجماعي، حول المخطط الجماعي للموظفين الجماعيين، طريقة إعداد المخطط ومراحل إعداد المخطط. قام المجلس بإعداد المخطط الجماعي في هذا السياق، قام المجلس بدعوة مجموعة المتدخلين على تراب الإقليم من أجل تخصيصهم أولوية المخطط التنموي الإقليمي ودورة التعاون.